برضو يعني كابتن محافظ اول مره شارك في النادي الاهلي ومحتاجين جدا من حضرتك لاعضاء الاهلي. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، معالي السيد وزير الشباب والرياضه، الساده اعضاء نادي الاهلي المحترمين، بنهنئ حضراتكم بافتتاح التوسعات الجميله والرائعه اللي بتضيف لهذا الصرح الكبير مساحه كبيره اجتماعيه. يعني نادي الاهلي دايما صرح كبير مش في النشاط الرياضي فقط ولكن في جميع الانشطه المختلفه. هي النهارده اضافه كبيره جدا شفناها، ودايما نادي الاهلي معروف دايما على كل ما هو جديد وكل ما هو حديث. بنهني حضراتكم جميعا، ودايما نادي الاهلي في تقدم ان شاء الله وبطولات وافتتاحات وبطولات. شكرا.